كيف بنعمل direct addition و subtraction using both heaven and earth beats. رح ناخد كذا example. عندي هذه ال operation 7 minus 5 minus 2. أول شيء number 7 كيف بنكتبه؟ هو 1 heaven beat اللي هي لحالة 5 و 2 earth beats. هون بكون صار عندي number 7. هلأ ال minus 5 I have to take away 1 heaven beat. بدي بعد 1 heaven beat لأنه ال value لإلها هي 5. minus 2 بدي بعد 2 earth beat away from the beam. بدي بعدهم. بيطلع عندي الجواب هو 0. Next operation 1 هلا plus 6. ال 6 هي 5 مع 1. بس بدي انتبه اني هون كنت حاطط 1 بالاول، ما بدي احسبها، بدي احط 6 جديدة، يعني بدي زيد 5 من فوق و 1 من تحت، هيك بكون زدت 6. صار عندي 7 لهلا. minus 6 بدي ايم 5 من فوق و 1 من تحت، هيك بكون امثل 6. بيطلع الانسر هو 1. هذا الاكزامبل 7 هي 5 و 2، هيك بكون الفت النمبر 7 بلس 2 بدي زيد 2 earth beads لفوق، minus 4 بدي ايم 4 earth beads. بيطلع الجواب هو 5 4 minus 3 كلهم earth beads plus 3 كلهم earth beads. 9 minus 1 بدي ايم 1 earth bead minus 5 I have to take away 1 heaven bead. 7 minus 6 بدي ايم 5 من فوق و 1 من تحت، هيك بكون قيمت 6 plus 1 الانسر هو 2. اخر اكزامبل 4 minus 2 بدي ايم 2 earth beads plus 7 بدي زيد 7، يعني لازم زيد 5 و 2. 5 و 2 هيك بكون زدت 7، راح يطلع الانسر هو 9.